مساء الخير واهلا بيكم متابعي في الجول في يوم جديد لايف جديد من في الجول بعد نهايه مباراه الزمالك وزيسكو وانتصار مهم جدا للزمالك 2-0 على زيسكو عشان يوصل للنقطه السبعه ويقرب اكتر يعني شيء في شيء انه يتاهل لربع النهائي. هنتكلم عن الماتش اخر مستجدات سوق الانتقالات في مصر ونتكلم ممكن لو في وقت نتكلم عن برشلونه وتشافي وفالفيردي. انا معاكم رامي جمال ومعايا احمد العريان. ازيك؟ اهلا بيك يا رامي واهلا بكل المشاهدين. خلينا نبدا سريعا بقى. انت شفت ماتش الزمالك ازاي؟ جول مبكر اول ما جيت جون قلت لك الزمالك ممكن يعمل سكور وفجاه لقينا تراجع والطريقه اللي بدا بيها الزمالك ختم الماتش بقوه لكن في النص ايه اللي حصل؟ هو الحقيقه فعلا الزمالك بدا الماتش بقوه. رامي سجل هدف مبكر، هدف كان مفترض ان هو يفتح الطريق للزمالك ان هو يسجل اهداف كتير، لكن زي ما شفنا مباراه الاهلي السابقه برضه في دوري ابطال افريقيا على نفس الملعب استاد السلام بيبداوا بقوه بيحققوا المطلوب اللي هو تحقيق الفوز، وبعد كده بيوفروا طاقتهم للمباريات. ده بيجي منين؟ بيجي من تلاحم المباريات وقله اللياقه البدنيه، لان المباراه لما تكون كل يومين ثلاثه بتلعب ماتش محتاج ان انت توفر طاقتك وتعمل المطلوب مش ان انت تسجل هدف واحد، لان هدف واحد دايما بتبقى نتيجه مش مطمئنه، نتيجه ممكن متعلقه على شعره، جول واحد يخسرك كل حاجه ويعقرب الماتش. ده اللي كان ممكن يحصل للزمالك النهارده رغم ان هو ما تعرضش لخطوره تامه. تدارك باتريس كارترون الموقف في الشوط الثاني، دفع بالثنائي اللي هو كالعاده السوبر صب زي ما كنت انت بتقول لي قبل الهوا، زيزو مصطفى فتحي واحمد سيد زيزو الاثنين مع بعض قدام طنطا. كان الزمالك متاخر بهدفين مقابل هدف، نزل الاثنين مع اشرف بن شرقي طبعا قلبوا الماتش وحسموا النتيجه لصالح الزمالك في الدقائق الاخيره. الثنائي الماتش دوت كان اشرف بن شرقي بادئ اساسي، والثنائي لما نزل كان هم فعلا اكتر ثلاثي مشكل للخطوره للزمالك على مرمى زيسكو. وبالفعل مصطفى فتحي لمسه عبقريه في الجول الثاني لأشرف بن شرقي نجم المباراة الأول، تمريرة لمصطفى محمد اللي النهاردة أهدر العديد من الفرص، ولكن استمراره في الإنتاجية وتسجيله هدف هيديله الثقة أكيد، بيديله الثقة طبعا وبيديله كالعادة بيسيب بصمته. يعني هو من أهم لاعبي الفريق حاليا حتى لو كان الجون خالي النهاردة، ولكن هدف مهم جدا دي ومهم للزمالك، قتل المباراة تماما. فده اللي حصل، إن الزمالك أنهى المباراة بشكل جيد خلى الجماهير تخرج مستمتعة. دايما الطريقة اللي بتنهي بيها الماتش هي اللي بتلزق في مخ الناس. لو عملت ماتش عظيم وفي آخر ربع ساعة مثلا المصري كان كسبان إنيوجو رينجرز 4-0 في الكونفدرالية، في آخر 10 دقايق إنيوجو رينجرز جاب جونين، كان عرض عظيم من المصري، لكن الجماهير خرجت غضبانة من الفريق. ليه تخش فيه هدفين في آخر 5 دقايق مش 10 دقايق؟ رغم إن هو 85 دقيقة أداء عظيم، لكن لو لعبت 80 دقيقة أداء متوسط وآخر 10 دقايق عملت كل حاجة وسجلت أهداف، الجماهير بتخرج فرحانة طبعا بشرط أن تكون خارج كسبان في الحالة. أكيد. فهو ده دايما إنهاء المباراة بشكل جيد هو ده اللي بيفرق وبيخلي الناس تكون مبسوطة، وده اللي حصل النهاردة. والأهم طبعا زي ما أنت قلت في البداية 7 نقط بيقربوا الفريق من التأهل لربع النهائي. أعتقد المجموعة بشكل كبير هي من أول القرعة كان محسومة بين الزمالك ومازيمبي، فده كان فوز مهم لأنه قبل ما تلعب مازيمبي لازم تكون ضامن إنك يعني قربت بشكل كبير للدور الثاني يعني. بدون شك. وكمان المباراة الجاية يعني أنا بالنسبة لي أنا مباراة مهمة جدا للزمالك قدام مازيمبي. مباراة اولا قبل اي حاجة ثأرية من مازيمبي بعد الهزيمة 3-0 في مباراة الجولة الاولى، لازم تثبت للقارة كلها ان انت مش كان مجرد ماتش وعدى يعني، مش فريق ضعيف، انت لا انت موجود في البطولة دي لانك الزمالك حامل لقب الكونفدرالية والفريق اللي دايما باي بطولة بيتواجد فيها بيكون منافس عليها. فعشان كده على اقل تقدير لازم تحقق الفوز على مازيمبي، ما بقولش ان انت ترد له الثلاثية ولكن تفوز على مازيمبي. وقتها كمان هتبدا تفكر في المركز الاول، ليه لا؟ لو خرجت من المجموعه مركز اول هيفرق جدا عن انك تتاهل مركز تاني في هويه المنافسين اللي هتلعبهم من الدور الجاي. ده تحديدا اللي كان مزعلني من الماتش اللي فات بتاع زيسكو في زامبيا، لان الزمالك كان قادر جدا على تحقيق الفوز هناك رغم ان هو مباراه خارج ارضك، ولكن ما كانش فيه جمهور في الملعب، كنت انت الافضل واللي بتضيع الفرص. فبشويه تركيز وشويه اصرار كان ممكن الزمالك يخرج منتصر، وقتها كانت هتبقى الصداره في ايدك مش في ايد انتظارك لتعثر من مازيمبي، لان دلوقتي عشان تاخد الصداره
انت محتاج تكسب مازيمبي وتكسبه اكتر من ثلاثة علشان هي تبقى مواجهات مباشرة بالزبط. او ان مازيمبي يتعثر في ماتشين في المتناول جدا، ان كان ماتش بريميرو دو اوغستو في الكونغو او زيسكو في الكونغو برضو، فالماتشين في متناول مازيمبي، بالتالي كان لازم الزمالك ما يفرطش في المباراة اللي فاتت، ولكن الاهم حاليا هو ان انت قربت على الاقل من التأهل. طيب خلينا نسألك على حاجة سألتها لك قبل ما نطلع على طول، ليه نجم كويس جدا في الاسيستات، يعني بيعمل اسيست كويس جدا، لكن بعد كده بحسه انه تايه. يعني النهارده لما عمل اوفر لبن شرقي كان بالمقاس فعلا، وقلت بس ده هتبقى انطلاقه بقى قويه النهارده وهنشوف من نجم ماتش عظيم، ونجم اختفى. يعني حتى مصطفى فتحي اللي نزل الشوط الثاني كان افضل شويه. بص، هو مشكله اوناجم اوناجم عنده حاجه كويسه وعنده حاجه وحشه. الحاجه الكويسه ان هو اخيرا فعلا اساسا انضم للزمالك. اوناجم من اول لما جه للزمالك كان بعيد تماما عن المستوى المطلوب منه، ولكن بقاله اكتر من مباراه، مش حتى مباراه طنطا بس، لا من قبلها باكتر من مباراه، من مباراه بيراميدز تحديدا بدا اوناجم ان هو يظهر اللي هو ده فعلا في مؤشرات ان هو ممكن يبقى كويس. ولكن مشكله اوناجم الاساسيه ان هو الفينش عنده وحش قوي، ما بيعرفش يخلص قدام الجول، ما بيعرفش يبروز مجهوده علشان يخلي الناس راضية عنه، عكس مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لا، فينشر كويس احسن من نجم بكتير، عشان كده لو لعب 10 دقايق بس وعمل محاولة خطيرة على المرمى حسيت ان هو عملها صح، بس حتى لو دخلت او ما دخلتش بتخلي الجماهير تقول اه مصطفى فتحي كويس. ولكن نجم اعتقد بيتحسن، بدأ يبقى ايجابي، سجل لأول مرة قدام طنطا بعد 17 مباراة انتظرنا فيهم ونجم عشان يسجل، أخيرا بيسجل وبيصنع باستمرار، صنع قدام بيراميدز، صنع النهاردة، عرضياته دايما بتكون متقنة، فبالتالي يعني أعتقد أن هو في تحسن مستمر وهو ده اللي مطلوب. لو أنت مش فينشر ممتاز فهيكون ليك أدوار تانية في الملعب ممكن يستفيد الزمالك منها. تمام يعني. خلينا ناخد معاك كومنتات. محمد إبراهيم بيقول في صفقات للزمالك، كارتيرون امبارح محمد قال في المؤتمر انه غالبا بشكل كبير الزمالك ما عندوش غير مكان واحد يقايد محليا وافريقيا، فبشكل كبير هيكون كاسونجو لانه عارف ان الفرقه من قبل كده، فممكن نقول بنسبه 90% ان لم يجد جديد، يعني انه خلاص المدرب قال كاسونجو هو صفقه الزمالك الوحيده في يناير. عايزين نسال الزمالك الجماهير بقى هنا، كاسونجو خلاص هو غالبا صفقه الزمالك المحليه، بس في القايمه الافريقيه الافضل ان انت تقيد كاسونجو ولا تقيد احمد عيد؟ عشان انت ما عندكش غير ظهير ايمن واحد اللي هو حازم امام كثير الاصابات، فده سؤال ممكن نساله للناس ونسيبهم يردوا علينا في التعليقات. تمام، نكمل. مصطفى فاروق بيسال ليه مصطفى فتحي وزيزو ما بينزلوش من الاول؟ زيزو بيلعب كتير من الاول، اعتقد النهارده كانت بدايته اساسا كبديل كانت مفاجاه ان هو فضل اوناجم على زيزو، ولكن مصطفى فتحي لا لسه ما قدمش اللي يخليه يستحق ان هو يبدا كاساسي. مصطفى فتحي معروف ان هو رجع بقاله حوالي 3 4 شهور، ولكن لسه ما رجعش فورمه ما قبل اصابه استمر فيها 10 شهور. 10 شهور فتره طويله جدا، فمحتاج ان هو يرجع شويه وشويه. والله اثبت نفسك ماتش ورا الثاني، هتاخد مكان اساسي اكيد مصطفى فتحي، وهو دايما لعب بيبقى ايجابي زي، وحتى حتى في عز تالقه عمر مصطفى فتحي ما كان اللاعب اللي بيلعب 4 أو 5 ماتشات اساسي متواصله، كان دايما بيكون السوبر سب. فحاليا ما بالك وهو راجع من اصابه طويله، اتمنى ان مصطفى فتحي يتحسن كتير ويبعد عنه يا رب الاصابات، علشان هيكون ورقه مهمه للزمالك والمنتخب مصر كمان يعني. تمام، معلش هسالك سؤال وهعلق التعليق كده شويه بس. استاذ محمد عبد الرحمن الاول زميلنا في الفن طبعا بيسالك توقعاتك ايه لمصطفى، امتى مصطفى فتحي يرجع لمستواه؟ امتى مصطفى فتحي يرجع لمستواه؟ هي بدات تمشي معايا من ماتش طنطا زي ما بقول لك، عمل يعني دقايق في الاخر حلو قوي، تسبب في الهدفين كان هو عامل مشارك فيهم. النهارده كمان انا بعتبر ان هو اللي صنع الهدف الثاني مش بن شرقي، لان استلامته وتمريرته رائعه هي اللي حطت بن شرقي ومصطفى محمد انفراد تام بالمرمى، فهو بيرجع شويه بشويه، محتاج ان هو ياخد دقايق. يعني النهارده اخذ ربع ساعه، محتاج الماتش الجاي ياخد نص ساعه، محتاج في ماتش سهل في الدوري تاخد ماتش كامل تبداه، مع ان انت تفتح معاك بقى تسجل هدف، ساعتها اعتقد ان مصطفى فتحي هيرجع زي ما كان الاول اللي هو كان ايه زمان. ما كانش عمر مصطفى محمد ما كان النجم الاهم في الزمالك، عشان الناس ما تنساش مصطفى فتحي في عز تالقه كان لاعب مهم في الزمالك، كان لاعب زي ما قلنا سوبر ساب، بينزل ساعات يسجل هدف حاسم يغير من مسار المباراه، سواء لو حتى لو ما سجلش، ولكن عمره ما كان شايل الفريق بسبب كثرت اصاباته وضعف لياقته البدنيه، فعمره ما كان النجم الاول. فعشان كده لازم نكون محددين لما نقول هيرجع مصطفى فتحي هيرجع لايه. لسابق عهده كان هو ده، عمره ما كان النجم الاول،
وطبعا اتمنى ان هو يكون النجم الاول لان هو فنيا هو لاعب رائع طبعا يعني. تمام. عمرو شحاته بيقول ده ممكن تقيل. تمام يا عمرو شكرا، والله مش طالعين نهزر فبنتكلم جد طبيعي يعني. فبعدين عندنا اسامه معلش يعني عشان هو قال فانا لازم ارد عليه زي ما وعدنا نرد على الكومنتات. مساء الزمالك مساء الانتصار. مو احمد بيسالك طيب مصطفى فتحي النهارده الناس كلها عن مصطفى فتحي. عمل اسيست وبثقه رغم ان بقاله كتير ما بيلعبش طبعا. لا لا هو بيسالك يعني ازاي عمل ده يعني اعتقد عشان الموهبه يعني. طبعا مصطفى فتحي موهبه من افضل من اجمل المواهب اللي هتمتعك كده يعني لما تشوفها كده تستمتع وهو بيلعب. ومصطفى فتحي النهارده زي ما قلنا استمرار لاداء ماتش طنطا. ماتش طنطا يعني اللي رجع النهارده وخلى مصطفى فتحي يلعب بمزاج الترقيصتين اللي عملهم قدام ماتش طنطا. في ماتش طنطا في اخر الماتش عمل الجوره بتاعه الجول الثاني هو اللي بداها بفنت حلو ورخت لجون. الجول الثالث شاطها خبطت في الدفاع وراحت لهناك فجت جول. بعد كده عمل انطلاقه وانفرد وشاط كوره علي فرج صدها. هي دي اللي خلت مصطفى فتحي يرجع للمود النهارده. التمريره رجعته مثلا 40%. التمريره بتاعه النهارده تحيه الجماهير وهو نازل ترجعه 60 او 70%. الماتش الجاي يجيب جول يرجع لمصطفى فتحي بتاع اللاعب الموهوب لما بتفرق معاه اسيست او جول بتفرق معاه والمودي كمان هو دوت اللي هو ايه دايما بيحب تحيه الجمهور يحب اللقطه اللي هي تخليهم يسقفوا له دي بترجعه بتديله الثقه بشكل قوي طبعا. محمد ابو فهيم بيسالك موقف عواد. عواد محمد ابو فهيم بيسالك ايه موقف عواد. عواد ابتعد عن المشاركه فجاه مع الزمالك دلوقتي ابو جبل هو رقم واحد. تفتكر عواد هيرجع تاني ولا ابو جبل مكمل؟ في مره في فتره من الفترات كان شريف اكرامي هو الحارس الاساسي للاهلي اخطا فكان التفكير من الجهاز الفني اللي هو ادي فرصه للحارس الثاني ما دام بيجتهد محمد الشناوي وفي انتظار ان هو يغلط عشان يرجع شريف اكرامي. طيب ما اغلطش محمد الشناوي يبقى ليه يقعد؟ ما ظلم. احنا في الاخر بنلعب الحارس مش باسمه ولكن بعطائه. فطول ما محمد الشناوي بيدي كويس ما بقاش حارس الاهلي الاساسي بس بقى الحارس الاساسي منتخب مصر يبقى ليه يقعد؟ نفس الفكره. محمد عواد حارس رائع طبعا زي شريف اكرامي ما كان حارس رائع برده وقت ما كان بيلعب اساسي وحاليا اكيد برده بخبراته. محمد عواد اخطا اخذ الفرصه محمد ابو جبل. محمد ابو جبل بيتالق من ساعتها. ماتش مازامبي كان هو او سوري ماتش زيسكو في زامبيا كان هو نجم المباراه الاول. بعد كده في الدوري بيتالق تراسكون شباكو هدف واحد يعني. ماتش طنطا ما كانش هو اللي واقف كان محمد صبحي. النهارده بيتالق رغم ان ما فيش كوره غير كانت يعني كور جت عليه غير في اخر دقيقه خالص شاط شوطه والعرض والكورنر اللي طلع مسكه. فمدام محمد ابو جبل بيقدم باداء كويس يبقى ليه يقعد؟ طب انا هسالك على حاجه. هل نقول اداره الزمالك او رئيس الزمالك هيقبل انه الصفقه الاولى الاهم الاغلى للزمالك في الصيف انه يقعد دكه؟ هو الحقيقه احنا ما سمعناش لغايه دلوقتي ان اداره الزمالك تدخلت في ان هو مين اللي يقف. ما لغايه دلوقتي بس انا بسالك بحكم اللي بيحصل قبل كده فاهمني. بحكم اللي بيحصل قبل كده اداره الزمالك ما بتتدخلش تقول ان ده يلعب وده ما يلعبش عشان نكون واضحين ومدققين. مرتضى منصور يعني مش اداره الزمالك مش هقعد لما احليها شويه. أوكي. مرتضى ما انا قلت لك او رئيس مرتضى بيتدخلش يقول مين يلعب او مين ما يلعبش في الاعلام الا في حالتين ان الفريق نتائجه تبقى وحشه او ان هو زهقان من المدرب. ملهاش علاقه بقى ان هو يعني هو مثلا ما كان بيقول مدبولي ما بيلعبش ليه. هل مدبولي هو الصفقه الاغلى؟ هو لما مرتضى بيتدخل ويقول ده مين يلعب ومين ما يلعبش مش بيبقى بناء مش بناء على ان هو الصفقه الاغلى. فموضوع الصفقه الاغلى ده مش هتفرق كتير مع الزمالك ما دام محمد ابو جبل مقدم بيقدم اداء كويس والزمالك بيكسب الفريق بيكسب وما دام كارتيرون مرضي عنه من الاخر يعني. نكمل كده. استاذ محمد عبد الرحمن تاني بيقول شايف الزمالك يأيد ظهير ايمن افضل وكاسونجو اهم في الدوري. انا برضو رايي من استاذ من راي استاذ محمد لان الزمالك مع حازم امام لا يعني حازم امام باك يمين خبرات كبيره ولكن تاريخ اصاباته بتقول ان هو لا يعتمد عليه لوحده كظهير ايمن اساسي لفتره طويله. تمام. رامي الرشيدي بيقول هل نقدر نقول النهارده ان فرجاني ساسي رجع لمستواه بمستوى كامل يعني من فتره برضه بقاله اكتر من مباراه مع تحسن نتائج الزمالك مخلي لعيبه الزمالك كلها ترجع لمستواها. فرجاني ساسي النهارده كان رايق هو ده المصطلح الانسب لفرجاني ساسي زيه زي برضه مباراه اللي كانت مباراه اسوان كان برضه فرجاني ساسي بيقدم اداء كويس ولسه محتاج ان هو يرجع اكتر لان لا ده مش افضل مستويات فرجاني ساسي. طيب صبري دياب بيسالك ايه رايك في اوباما النهارده؟ بيسالنا انا تحديدا يعني بيسالنا بس يعني انا بسالك انت اللي بتتكلم دلوقتي عن الزمالك فبنسالك شويه انت هتسالني عادي. طيب اوباما لا النهارده ما كانش كويس. اوباما برضه نفس النوعيه بتاعت مصطفى فتحي اللاعب الموهوب المزاجي
لما يحس ان المود العام بيشجعه بيبقى كويس، لما يحس ان المود العام ضده او بينتقده بيبقى مش كويس. فلا اوباما النهارده ما كان يعني بخروج اوباما رجع الزمالك يقدم مستوى كويس لما نزل زيزو مكانه. فاوباما محتاج ان هو ياخد الثقه شويه باسيست حلو بترقيصه حلوه، دي نوعيه الحاجات اللي زي اسكو في ماتش ريال مدريد واتلتيكو، عمل كان رايق قوي. ترقيصتين حلوين رجعوا له مزاجه ان هو انا هلعب حلو بقى، وعمل ماتش عظيم. هي بتبقى كده بالنسبه للعيبه ديت اللي هي مستواها مش ثابت دايما. طيب خلينا نسالك انا على حاجه، على بقيه الناس كمان تقول لنا رايها في الكومنتات. انت شايف ايه الفرق بين كارتيرون الزمالك كارتيرون الاهلي؟ يعني كارتيرون مع الاهلي وصل نهائي دوري الابطال، كارتيرون مازيمبي وصل تقريبا كان قبل النهائي ومره خد البطوله. فكارتيرون في دوري الابطال هو عارف بيعرف من اين تؤكل الكتف. مع الزمالك ايه الفرق الجوهري او الاساسي بينه تجربته مع الاهلي وتجربته مع الزمالك لحد دلوقتي؟ هو كارتيرون مدرب زي ما انت قلت بيفضل اللي هو البطولات الافريقيه، ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان هو مدرب بيحب المباريات الاقصائيه، ان هو بيعرف يلعب الماتش يدي الماتش على قده، مش ان هو يلعب بطولات على نفس طويل. فاعتقد ان هو انسب للزمالك في الوقت الحالي، انسب مكان مناسب للاهلي في وقتها. معلش انا قلت الجمله بشكل غلط يعني، بس هو ما كانش مناسب للاهلي قد ما هو مناسب للزمالك حاليا. ليه؟ لان الاهلي لما جاب كارترون كان مطلوب ان هو ينافس على الدوري، ينافس على دوري ابطال افريقيا، ينافس على كل البطولات كالعاده يعني. الاهلي نافس فعلا على دوري ابطال افريقيا ووصل للنهائي قدام الترجي، ولكن في الدوري كان الاداء سيء جدا. اما حاليا كارتيرون طبعا لو كان جاي مع بدايه الموسم كان هيبقى نفس الفكره، لان الزمالك هو الاهلي في كل حاجه، ما بنقللش من ده على ده. لا، الزمالك برضو منافس على الدوري، منافس على دوري ابطال افريقيا واي بطوله بيخشها. ولكن كارتيرون جاي الزمالك في وضعيه افضل فيها الزمالك شبه خارج من المنافسه على الدوري، فبتدي له اريحيه شويه ان هو يتعثر في الدوري لو في المقابل النتائج كويسه في دوري ابطال افريقيا. طب ولا سكواد؟ والقايمه طبعا ضعيفه، الزمالك قايمته معروف انها كلها نواقص، كل الناس مجتمع على ده. بس قصدي يعني لو اتكلمنا، انت دلوقتي بتقول اريحيه في الدوري، اريحيه ان هو يتعثر في أنا الدوري. انا فاهمك، فاهم يعني. الناس مش هتعلق له المشنقه لما يتعادل مع سموحه وبعد كده يتعادل مع مش فاكر مين، تعادل او يتعثر قدام طنطا او بعض. هو كسب طنطا بس يعني كاد ان هو يتعثر. بس انا قصدي هفهمك يعني، هو دلوقتي عنده اريحيه انه يتعثر في الدوري مقابل ان النتائج كويسه في دوري الابطال. ولا سكواد الزمالك حتى رغم الضعف بيساعده اكتر من سكواد الاهلي ساعتها؟ لا، من ناحيه فهمني يعني، سكواد الاهلي ساعتها الناس كلها كانت بتقول محتاج تدعيمات، في نقص كتير، ما ينفعش توصل لنهائي دوري ابطال افريقيا وتلعب ماتش ما فيش بدلة، زي مثلا ازارو لما غاب بعد الايقاف الاهلي نزل الماتش مش عارف يشوط شوطه. الزمالك حاليا ما انا بتكلم معاك في حاجه، القايمتين فيهم نقص جدا، لكن في ساعتها هو قدر يتعامل مثلا ممكن مع الزمالك احسن يعني، اكتسب الخبرات من وهم الاهلي فبيتفاداها دلوقتي. لا، انا اعتقد هي الظروف اللي سمحت له دلوقتي، ولسه عالم ايه اللي هيحصل يعني. انما اللي سمحها له دلوقتي ان هو يجرب في الدوري، يدي فرصه لواحد زي احمد عيد، يدي فرصه لواحد زي اسلام جابر كان بعيد تماما عن الصوره، اداله يشارك، يدي لابو جبل بدل عواد. الظروف ان هو ايه، خلاص هي كده كده بايظه في الدوري، فانا بجرب اللعيبه اللي ممكن استخدمها على المدى الطويل في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا. خلي بالك انت في الدوري برضو بايظه، بس الزمالك ما ينفعش باي حال من الاحوال ان هو ما يبقاش التاني على الاقل، عشان في مشاركه في دوري ابطال افريقيا وفي يعني مستقبل النادي يعني، ولسه في كاس مصر، ولسه في الكاس طبعا، وفي السوبر طبعا، السوبر شهر فبراير غالبا، فهو في بطولات كتير الزمالك بيلعب عليها. فهي دي بقول لك النقطه اللي مديه الاريحيه شويه لكارتيرون، بعكس مع فتره الاهلي ما كانش فيه السبيس ذات ان هو يجرب ويدي لاعب او لا، وان هو يخسر الماتش، هو جاي ينقذ من يخسر الماتش فالجمهور يقول له معلش خلاص اهم فيه عندنا بطوله تانية اهم. لا، انت خسرت من الاتحاد 4-3 في الدوري ده مع الاهلي، كارتيرون ماشي هنعديها لك، لكن انت خسرت افريقيا فخلاص انا حقيقة يعني، لما بعدها على طول خسر في البطوله العربيه من الوصل، اللي هو لا مع السلامه بقى مش عايزين منك حاجه. بس تمام. احمد مجدي سعدي الجمال بيقول رجعوا لنا فيريرا. احمد عبد الحميد بيقول مصطفى فتحي. احمد مجدي بيسال ايه رايك في اداء احمد زيزو؟ احمد زيزو هو نجم الزمالك السنه دي، النجم الاول. انا متفق معاك في ده، سوبر صب انا مسميه حاليا يعني، البديل المناسب يعني. يعني اشرف بن شرقي انتاجه اعلى، واشرف بن شرقي لاعب كواليتي اعلى من زيزو، ولكن زيزو انا بعتبره نجم الموسم. ليه؟ لان ما حدش كان متوقع ده من زيزو. زيزو السنه اللي فاتت عمل نص تاني من الموسم لما جه،
لاعب عادي اللي هو يعني لاعب افريج. انت خلاص والله انت كويس قوي ان انت بتملى مركزك لما تلعب، مش بيتسجل اهداف، ما سجلش غير هدف واحد كانت معديه بالضالين كده من في الاسماعيلي كان انا فاكر في اخر ماتش، ومع انتاجه قليل جدا. ولكن السنه دي بيتحول، بيحسم ماتشات كتير للزمالك، حسم ماتش المقاصه وحسم ماتش طنطا اللي فات، وفي ماتش تاني قبل كده فاكر في الدوري برده حسمه، مش فاكر كان قدام مين، بس هو كان ماتش خلص 1-0 برده وهو اللي جاب الجول. فلا هو لاعب بقى منتج جدا، بقى بيسجل مش بس بيملى مركزه. فاعتقد ان هو كون المفاجاه اللي هو عاملها، لا هو نجم الموسم، والنهارده كالعاده برده نزل عمل الفرق مع مصطفى فتحي. تمام، في هشام ابراهيم بيقول نتكلم عن الاهلي شويه بكره، ما اوعدك بكره ان شاء الله على طول، لان كل يوم لايف خاص بالماتش اللي حصل النهارده، وهنقول اخبار الاهلي في الاخر كده سريعا. بالظبط، ابو علي بيقول نصيحه لوجه الله، اتمنى نلاقي بديل لساسي. ف يعني اتفق، عشان ساسي بقاؤه بعد نهايه الموسم مش مضمون تماما. تمام، وليد توفيق بيقول الكاسونجو يتسجل افضل. جورج مونير بيسال هل الزمالك هيلعب السوبر الافريقي ولا لا؟ ما اعتقد لغايه دلوقتي مرتضى منصور رافض بشكل علني. اعتقد الزمالك هيلعب، هيلعب اعتقد هيلعب يعني طبعا. بس اعتقد دي حاجه ما تتفوتش يعني، اصل فيها عقوبات وغرامات وايقاف، يعني ما اعتقدش ان الزمالك هيستحمل ايقاف زي ده يعني. طبعا اعتقد واتمنى ان الزمالك هيلعب السوبر الافريقي ان شاء الله. عبد سرور بيقول ايه رايك لو لعب طارق جنب محمد حسن وساسي صانع لعب، واحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي ومصطفى محمد مهاجم؟ ده نازل عن ايه اللي قدمه محمد حسن عشان يوحي لك بفكره ان هو يلعب اساسي؟ تمام، انا اسمي هيثم مش هشام، انا اسف. يعني تمام ماشي. رايك في طارق حامد خالد ابو غني عن التقييم؟ يعني طارق حامد الافضل في مركزه وفي مصر وفي منتخب مصر وفي افريقيا كمان دلوقتي حاليا، بعد يوسف البلايلي خرج راح الدوري السعودي وهو صاحب المركز الثاني، فمش مبالغ لما اقول ان هو الافضل في مركزه في افريقيا. مصطفى عبد ربه بيقول كارتيرون مرحله في الزمالك مش اكتر، جايز بس يعني لو عملها وكسب افريقيا او وصل نهائي دوري ابطال اعتقد هيكمل يعني. يعني كلامك صح وكلامه صح. تمام، في اسئله كتير عن عبد الله السعيد، لكن واضح اعتقد ان خلاص بما ان كارتيرون قال كاسونجو زي ما قلنا، في يناير الموضوع اعتقد صعب جدا الكلام على نهايه الموسم. بالظبط، واعتقد الناحيه الثانيه كان عندنا علم في الجول انه بيراميدز من الناحيه الثانيه بيحاول يجدد عقد عبد الله. تمام، في حاجه تانية عن الزمالك ولا نتكلم سريعا بقى؟ انت كنت عايز تتكلم عن الاتحاد والانتقالات. يعني الاول نقول للناس على اخبار الاهلي. اخبار الاهلي ما خلاص سافروا للمدينه بتاعه المباراه علشان يلعبوا بلاتينوم في زيمبابوي، المباراه بكره الساعه 3 العصر ان شاء الله. مروان محسن بيواصل التاهيل علشان محاولات ان هو يكون موجود في المباراه، وشريف اكرامي كذلك بيواصل التاهيل عشان يكون موجود حتى لو محمد شناوي هو اللي هيلعب. الاهلي مطالب بكره ان هو يكسب باي طريقه علشان المكسب هيقربه جدا من التاهل، لان الهلال هيلعب النجم الساحلي في السودان و ثلاث فرق ست نقط، فالمجموعه متداخله تماما. مطلوب من الاهلي ان هو يكسب بكره ان شاء الله علشان يبقى قرب تماما من الفوز. والمباراه زي ما قلنا الساعه 3 العصر بتوقيت مصر. طبعا هم كانوا الفتره اللي فاتت فضلوا ان هم الاقامه في هراري عاصمه زيمبابوي علشان هناك الاقامه افضل، حجزوا الملعب الوطني لهراري علشان يتمرنوا عليه. لحد النهارده الجمعه انتقلوا للمدينه، مش فاكر اسم المدينه بالظبط الحقيقه، اسمها صعب شويه، بس هي اللي هيقام فيها اللقاء واللي بيقع فيها فريق بلاتينوم. فده سريعا ده اخبار الاهلي. والاتحاد، الاتحاد حالا بيضم انيس سيلتو مهاجم منتخب ليبيا الاساسي استمرارا ل تدعيمات محمد مصلحي واداره الاتحاد القويه جدا السنه دي للاتحاد. انا اشوف ان السنه دي او احسن رئيس نادي في مصر حقيقه محمد مصلحي. انا متفق معاك، محمد مصلحي رئيس الاتحاد، ومش كوره بس، لا وسله كمان كده. انا بقول يعني هو خلي بالك في السله لسه كمان، يعني مش عارف اعلن الرسمي ولا لا، بس جابوا اسماعيل احمد اللي هو نجم التاريخ المصري يعني في السله، اللي كان بيلعب في الدوري اللبناني ولكن الدوري اللبناني توقف وجابوه هيتعاقدوا معايا. فاعتقد ان لقب الدوري قرب جدا من الاتحاد، بجانب ان هم اخذوا بالفعل البطوله العربيه، فده الاتحاد في سريعا في السله. فالدوري انت جايب صفقات قويه، فريق ماشي كويس جدا وثابت جدا، يوسف بتستمر بتجدد له الثقه رغم هزيمتين متتاليتين. السنه اللي فاتت حتى كنت جايب صفقات بس مش بنفس المستوى السنه دي، جايب جهاز فني بقياده كابتن حلمي طولان مع التعثرات برده كان متمسك بيه ومش بيسيبه، فمش من نوعيه الادارات اللي هي
اسرع حاجه عندها انها تقيل المدرب. كان كابتن حلمي ساعتها هو اللي بيصر على الرحيل، وهو محمد صالح هو اللي بيقول لا. بالظبط، كابتن حلمي طلال مشي قبل الماتش الاخير من الدوري اللي كان قدام سموحه، وجه كابتن طلعت يوسف من ساعتها وهو مستمر لحد دلوقتي في البطوله العربيه، ماشيين كويس لحد ما بيلعبوا الاسماعيلي، خسروا 1-0 في اسكندريه، بس ممكن يعملوها ويكسبوا في الاسماعيليه عادي جدا، لان ماتشات الاتحاد والاسماعيلي دايما فيها نديه. فاستمرارا لكل المنظومه الناجحه الحقيقه في اسكندريه دي، انيس سيلتو صفقه قويه جدا. انيس سيلتو جاي من النجم الساحلي، مش جاي من فريق تعبان. في مشاكل كانت بينه وبين جاريدو ما بيشاركش، عشان كده فضل ان هو يمشي، فبيجي الاتحاد السكندري. صفقه اعتقد ان هي تدعيم قوي للاتحاد. ايه تاني في الميركاتو الشتوي؟ طبعا احمد علي خلاص راح ام بي وشارك معاهم من بيراميدز. المصري موقوف من القيد عشان شيخ مكورو، فترتين قيد، خبر مؤسف بسبب شيخ مكورو. شيخ مكورو ده جاي من حوالي سنتين او ثلاثة، من فترة اللي هو كابتن حسام حسن، مش الموسم الاخير لحسام، مش اللي مشي فيه، مش السنة، مش الموسم اللي فات، اللي قبليه. كان جاي من فريق هلال ابيض السوداني، واتضح ان هو كان الدوري السوداني وقف وقتها، فهو هرب منهم وجي للمصري، والمصري ايده ولعب موسم مع المصري، وخرج راح السعوديه لعب موسم معار ورجع السنه دي، فالمصري ايده، فلقوا ان هو ليه في مشكله، وان وعدوا لسه ساري محل الابيض. المصري عامه دفع الغرامه اللي كانت موقعه على اللاعب مش على المصري، وعمل تصالح مع الابيض، وعملوا التماس للفيفا في محاوله لرفع القيد الايقاف دوت، وفي انتظار بقى قرار المحكمه الدوليه، اما برفع الايقاف او ايقاف المصري عن التعاقدات. وطبعا هتبقى ضربه قويه جدا للمصري، المصري مش تشيلسي علشان يقدر يتحمل فترتين قيد يعني بدون تعاقدات. بالظبط. طيب خلينا ناخد سريعا بقى عن برشلونه بقى. انا بقى اللي اقول لك بقى ماشي. هل اقترب تشافي من تدريب برشلونه؟ بص يعني خلينا نقول للناس بس الاول انه ماركا، وطبعا ماركا العريقه، واذاعه كادينا سير الاسبانيه، الاثنين قالوا انه الاجتماع بتاع اريك ابيدال المدير الرياضي النهارده بتاع برشلونه في قطر مع تشافي مدرب السد كان عشان يجي يدرب برشلونه من الاسبوع الجاي. الفكره كلها ان برشلونه كان مقرر من قبل ماتش اتلتيكو ان فالفيردي ده الموسم الاخير ليه مع برشلونه. الهزيمه امبارح من اتلتيكو هي اللي عجلت بالامور كلها، وشافوا انه خلاص ما فيش جديد، وتشافي يجي ياخد عقد. كان الاول الفكره انه ياخد عقد سنتين، قالوا له دلوقتي عقد سنتين ونص عشان يبدا من النص الموسم الجاري يعني. لكن طبقا للتقرير بتاع الاذاعه وماركا، في نفس الوقت فتشافي رافض جدا انه يجي في نص الموسم، وعايز يجي اخر الموسم عادي يعني يبدا من الصيف. فدي المشكله الثانيه. طب ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ اللي هيحصل انه فالفيردي هيكمل نهايه الموسم عادي، لانه اداره برشلونه شايفه ان ما فيش حد ممكن يرجع. لكن هل تجربه تشافي مع السد تخاطر يعني تخلي برشلونه يخاطر؟ مخاطره كبيره، مش اي حد. جوارديولا طبعا، جوارديولا لما طلع لبرشلونه والجيم الاكاديمي، لما برضو طلع في برشلونه وتيتو فيلانوفا بص انا يعني مقتنع انه تجربه جوارديولا يعني بص طبعا، بس هي جننت العالم. هي كل واحد عايز يعمل نفس التجربه في ناديه، وابن النادي والقائد التاريخي وكل الكلام ده حلو على عيني وراسي، لكن مش اي حد جوارديولا. جوارديولا نفسه اول ما بدا بخساره او بخسرتين، وماتش واحد قلب كل حاجه، واول كلاسيكو اللي حاول كل حاجه اللي حاول فيه ميسي، بعد كده في 2009 المهاجم الوهمي، ومن هنا بدات قوه برشلونه تيجي. ف ده اللي يعني في ظروف بتخدم، وكمان جوارديولا كان مساعده طبعا ان وجود تشكيل قوي. يعني برشلونه كان ساعتها في انيستا، كان في تشافي، كان في ميسي، نفس الثلاثه دول كانوا موجودين في الموسم الاخير الصفري مع رايكارد. لكن صعب جدا انك تحكم على ده، خاصه ان نسبه فوز تشافي في 39 ماتش مع السد، كسب 14 وخسر 10، نسبه قريبه جدا جدا. ماتش السد والهلال السعودي في دوري ابطال اسيا لما تابعته يعني، هو عمل ماتش كومباك عظيم جدا في السعوديه، لكن في وبرغم الطرد في قطر، بس انت خسران في ملعبك بنتيجه كبيره. الهلال كان ممكن يقدر يزود النتيجه، الهلال اللي وقف الماتش. فيعني شايفها مخاطره كبيره جدا. نفس اللي حصل في مانشستر يونايتد لما ابن النادي سولشاير، نفس اللي حصل مع لامبرد، بس لامبرد كان عنده تجربه في ديربي كاونتي، تجربه عظيمه، تشامبيونشيب. الناس ممكن تكون فاكره ان دوري درجه تانية، بس تشامبيونشيب دوري قوي جدا، صعب جدا، 44 ماتش في الموسم، غير الكاس، غير انك لو هتلعب بلاي اوف في الاخر الملحق بتاع الصعود. فلامبرد كانت تجربه قويه ويستحق انه يروح تشيلسي. جيرارد مثلا بيستعد لليفربول اللي يورجن الناس كلها عارفه ان بعد كلوب جيرارد يعني بنسبة 90% هو جيرارد. لكن جيرارد مع رينجرز بيعمل تجربة، بيأهلهم دوري أوروبي، بيصعد من المجموعات، بيكسب سيلتك لأول مرة في الدوري مش عارف من كام سنة،
بص في دلائل ان ده مدرب. لكن تشافي عمل ايه؟ لسه هو عمر تجربته التدريبيه 6 شهور، ما عملتش حاجه عشان اجيبه برشلونه. الموضوع رهان قوي جدا في فرقه مش هتقبل غير ان هي تاخد دوري ابطال بس. اختصار هو يعني زي ما انا متفق معاك طبعا ان هي مخاطره كبيره جدا، بس دايما بحس ان برشلونه حاله مختلفه عن باقي الانديه دي كلها. يعني برشلونه هو توجههم التاريخي على طول ان هما بيجيبوش غير المدرب اللي هو الشاب، ما بيجيبوش المدرب الاسم الكبير عمرنا ما، يعني ما اعتقدش ان برشلونه هيجيب ارسن فينجر ابدا. هم برشلونه دايما بيحب المدرب الشاب اللي هو بينتمي لهويتهم الكرويه بالظبط، هو ده بينطبق على تشافي. نتائج تشافي مع السد ما اعتقدش ان هي برضه هتكون معيار لنجاحه مع برشلونه من عدمه، لان تشافي بينتمي لمدرسه برشلونه، فالاختبار الحقيقي ليه هيكون مع برشلونه مش مع السد. ياما مدربين ولاعبين بيخرجوا من برشلونه بره برشلونه بيبقوا مش موجودين، هو نجاحهم بيكون مرتبط ببرشلونه. ممكن يكون الوضع بالنسبه لتشافي هيبقى كده او لا، لكن هو السؤال الاهم هل استمرار فيلانوفا او فالفيردي انا اسف وما ان هم ما يجيبوش تشافي هيكون افضل في ايه؟ يعني هتاخد الدوري ممكن تاخده مع تشافي، سواء تشافي او حلو او وحش، لانك بتمتلك ميسي اللي هو بيبقى هو اللي عنصر الفرق مع فالفيردي. هتخسر دوري الابطال؟ طب ما انت بتخسر دوري الابطال، حتى السوبر دلوقتي بقيت بتخسر، فايه الفرق لما تجيبه وتجربه؟ اعتقد لو فالفيردي مشي فده في حد ذاته هيكون مكسب لبرشلونه، والجماهير هتكون مبسوطه قوي ان اتلتيكو مدريد كسبهم وان هي جت كده اخيرا. تشافي بقى جه نجح عظيم، ما نجحش يمشي وتبقى يبداوا بقى مع بدايه الموسم الجديد مرحله جديده. اصلا ما اعتقدش انك هتجيب مدرب في نص الموسم وتحكم عليه، هتديله على الاقل موسم زي ما حصل مثلا في تجربه سولشاير مع مانشستر. هم حكموا يعني برغم انه خد العقد بعد ماتش باريس والنتائج من بعدها انهارت، لكن في نفس الوقت دوله موسم عشان يحكموا عليه. فاعتقد لا هيبقى ساعتها الحكم مش من بدايه الموسم ده، هيبقى من السنه الجايه. خلينا اقول سريعا بقى، عبد الرحمن بيسالنا بتشجعوا مين، برشلونه ولا ريال مدريد؟ مانشستر يونايتد يوفنتوس، سهله اهي ولا اي حد في اسبانيا. احمد رضوان بيقول طب ما برشلونه يجيب ارسن فينجر هيعمل معاهم شغل عالي. بيحبوا هم يعني برشلونه عمره ما بيجيب المدرب الاسم صاحب الاسم الكبير، دايما بيحب يجيب مدرب لو على الاقل في السنوات الكتيره الاخيره يعني. بس ممكن في السنوات الاخيره ما بعد جوارديولا بعيدا عن فيلانوفا، يعني كان في اللي هو تاتا مارتينو الارجنتيني اللي خسر الدوري، او مش اسم ولا تبع مدرستهم، لكن اداره برشلونه بتعمل تصرفات غريبه مؤخرا حقيقة. فمش مضمون، ممكن تلاقيهم فجاه. انا عن نفسي اتمنى ان انا اشوف ارسن فينجر بيدرب تاني، وان تجي له فرصه ان هو يدرب فريق قوي وكبير زي برشلونه، يعوض بقى السنين العجاف الاخيره ليه مع ارسنال، لان ارسن فينجر يستحق كل خير يعني. طبعا اخر سؤال بقى، زوز طارق بيقول هل ريال بطل السوبر؟ ريال ولا اتلتيكو؟ زوز ده انا؟ لا لا انا قلت لك زوز طارق بيسالك. هل ايه؟ الريال بطل السوبر؟ ريال ولا اتلتيكو؟ ها؟ طبعا ريال مدريد مرشح اقرب، بس احساسي المره دي ان اتلتيكو هيكسر لعنه النهائيات قدام ريال مدريد ويفوز باللقب المره دي. زي ما كسر لعنه برشلونه، فنشوف. يوم الحد مش بعيد. تمام، شكرا ليك. شكرا يا رامي، شكرا شكرا ليكم، وان شاء الله استنونا بكره في لايف على طول بعد ماتش الاهلي. شكرا.